يا الله مظلوم كربلاء في ابو ميدان كربلاء تنطى تنزل ترى لنقاش غزل لنقاش باس كسل من المليون علي فن عباس لي اصحابكم حسيني في أبوزا محمد حسيني في أبوديرين تنها لسيد حسيني في أبوغيرشيك كل مبارك شمشير بقاقو كليب دواقتا دشمن حسيني في أبو كتير في شارب مبارك برام في القفاق دتير بديتك اصابات بس يتو حسين لبراني طرف ما فيه وما ينمشون طرف ما فيه دشوف حسين ذو الجنائك انا تشبز دشمن لمقابل بيت ميدان كربلاء كزم حسين دشمن كن حسين چلا يوم الزر بنا حسين ربيع نسر ويدي من بدشمن لجر أدم يوم شمل العين عمر زاد حكم مرني قد از حسين جسم ادار به کسر و بمینا حسين بیت جسم ادار به پیمان با حکم بس خیم اگا کنی که حمله بزده خیم اگایی که حمله هندو يا ربي قد حسين يا رب امي قد صار بحسين با ديرين كرغ نبي عمي عنو زمسا قتل قاه غروب لانو يدو يا ابو جو السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والودر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد أضمت الرزية وجلد وأضمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلد وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات
فلعن الله أمتان أسسات أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمتان قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقب لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد أضم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة.